مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. إن الشراء على الانترنت أصبح شيئا أكثر من المعتاد، وعندما ندفع مقابل شيء فإننا نريدها في أيدينا بأسرع وقت. وإذا تساءلنا كيف يمكن للشركات أن تجهز طلبنا فقط خلال يومين، فإليك الجواب، إنني أتحدث بشكل جدي. والوقت المتبقي لك تقوم فيه بثقوب في صندوق ضخم ثم استخدامه كطريقة الأزياء، وهو أسخف شيء يمكن أن يفعله شخصا، ولكن الكثير من الناس ليس لديهم شيء أفضل للقيام به. عندما تسمع كلمة الحمام العسكري، فإن أول ما يخطر ببالك هو مكان مليء بالجنود الأقوياء الذين يستحمون بالمياه البريدة جدا. ولذلك فعندما ترى الحمام العسكري التالي فإنك ستكون مخطئا فيما اعتقدته. حسنا، أنت تعتقد أنهم في الجيش يمتلكون الكثير من الوقت للتفاهات، ولكن ذلك خطأ. وعلى الرغم من كونهم صادقين، لأنهم يدخلون في حمام ذو مدخل صغير، وهو ليس بالشيء السهل. إن الفنان الحقيقي يمكنه القيام بفنه في أكثر الأماكن الخفية التي لا يمكنك تخيلها، وهذه الأماكن لا يمكن لأحد أن يلمسها، حيث يبدو أن هناك قذارة شديدة فقط. فإذا لم تكن تصدقني فسأقدم لك مثالا عن الفن القذر. فهو عمل فني سماوي، وهو إنجاز عظيم يبدو مروع، ففي كل عمل يستغرق قدر 9 ساعات لإنهائه. إنني متأكد أن رأسك سينفجر. فهذا العمل يحتاج إلى الكثير والكثير من وقت الفراغ والكثير من الفن لإنتاج الإبداع من ذلك النوع. إذا رأيت هذا للوهلة الأولى فإنك تعتقد أنه كأس مليء بعصير التفاح ورجل آسيوي، ولكن إذا كنت ستدفعني للجنون فإنني أوصيك بالذهاب لطبيب نفسي. نعم، إن هذا فعلا آسيوي. على الرغم من التوقف لتحليل ما فعله، فإنني انتبهت لأنه إذا أردت أن تقوم بذلك فإنك بحاجة لموهبة فذة. سنذهب للعالم المجنون الذي نعيش به، ويجب أن نركز جيدا في الفقرة القادمة. من المحتمل أنك لم تمسك بدجاجة قط طوال حياتك، ويبدو ذلك غريبا قليلا، حيث أنني عندما كنت صغيرا حاولت الإمساك بواحدة، وصدقوني إنه شيء صعب للغاية وخطير جدا. وبعدما قلت ذلك فلتشاهد ما يأتي. إنه الوصف الحقيقي لمغناطيس الدجاج. فإذا قمت بالحول على 1 و2 و3 بل 5 وحملتهم على جسدك، فإنني متأكد من أن ذلك استغرق اليوم بأكمله. فانظر لوجهه كأنه إنجاز مغر. ليس لدي أي فكرة عن كيف قام بذلك، ولكنني متأكد أنه لم يكن سريعا وسهلا. شاهدنا من قبل الفن القذر، والآن حان فن الدور العصاري والفن الدسم. إن ما يقوم به هذا الفنان شيء لا يصدق، حيث يقوم بذلك الفن مستخدما الكريمة الموجودة داخل بسكويت أوريو. يقوم بفعلها بيده 100% مستخدما أدوات بسيطة للغاية. فكل عمل من هذه الأعمال الفنية يستغرق حوالي من 4 إلى 12 ساعة حتى ينتهي. إنني متأكد من أنني أتناول البسكويت دون أن أقوم بصناعة شيء بالكريمة التي بداخله. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. نراكم بالفيديو المقبل.